بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي وأساتذتي الأجلاء، مرحبا بكم في برنامجكم كتاب كل أسبوع. كتاب اليوم زملائي وأساتذتي هو كتاب الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. وكما تعودنا نبدأ بنبذ عن الكاتب، وكاتب اليوم هو الأستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد السيد، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1961. حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1983، وتدرج بهيئة التدريس حتى صار أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، وأيضا عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. له الكثير من المؤلفات والإصدارات، منها على سبيل المثال وليس الحصر: أولا الحماية الجنائية الإجرائية للصحفي، ثانيا حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك الحماية الإجرائية للبيئة، والكثير من المؤلفات، ومنها كتاب اليوم الحماية الجنائية لحقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية. أما عن موضوعات كتاب اليوم، فيستهل الكاتب بمقدمة توضح ماهية الملكية الصناعية وكيف إنها القسم الأهم بالملكية الفكرية عموما التي تشمل المصنفات الأدبية والفنية وكذلك الملكية الصناعية، ثم يتحدث بمبحث تمهيدي ينقسم إلى مطلبين: المطلب الأول حماية حقوق الملكية الصناعية في ضوء الاتفاقيات الدولية، والمطلب الثاني هو حماية حقوق الملكية الصناعية في ضوء القوانين الوطنية. ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل الأول بعنوان الحماية الجنائية لبراءات الاختراع، وهنا يتحدث عن ماهية براءة الاختراع وكذلك الجرائم المسة ببراءات الاختراع. ويعد هذا الفصل هام جدا للباحثين والمشتغلين بمهنة المحاماة، لأنه زي ما نقول الكتالوج المهني اللازم لتسجيل براءات الاختراع نجدها في ذلك الفصل. ويأتي الفصل الثاني بعنوان الحماية الجنائية للتصميمات والمعلومات السرية، وينقسم إلى مبحثين: أولهما هو الحماية الجنائية للتصميمات، وثانيهما هو الحماية الجنائية للمعلومات السرية. ويعد هذا الفصل هام جدا لكافة المشتغلين بمهنة الصناعة. ثم ينتقل الكاتب إلى الفصل الأخير، وهو الحماية الجنائية للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. ثم يتحدث الكاتب على تحقق، ويختتم كتابه بتحقق غرض المشرع من القانون رقم 82 لسنة 2002، القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالحماية الملكية الفكرية. يتحدث الكاتب أنه حقق الغرض منه، وفي ذات الوقت يتقدم بنقد لازع للقانون من حيث عدم ملائمة استخدام مصطلحات قانون العقوبات بشأن تجريم بعض الأفعال المسة بحقوق الملكية الصناعية. تلك المصطلحات يسردها الكاتب ويضرب مثالين، وهما الرشوة والتزوير. نقل المشرع تلك المصطلحات إلى قانون حماية الملكية الفكرية، ولكن كان من الممكن أن يسير على نهج المشرع الفرنسي ويستخدم ألفاظ مثل إغواء العاملين للحصول على المعلومات السرية بدلا من الرشوة، وأيضا تقليد العلامات التجارية في مصطلح التزوير. ويوجه أيضا نقد آخر أن تقرير مسؤولية الشخص المعنوي لم تقرر كقاعدة عامة في ذلك القانون، رغم أن كافة الجرائم التي ترتكب أو أغلبها تكون جرائم يرتكبها الشخص المعنوي لإمكانياته المادية والتجارية، ولأن في هذا العصر هناك صروح قوية، صروح اقتصادية تقلد العلامات التجارية وتنتهك قانون حماية الملكية الصناعية، وأيضا عدم مراعاة مبدأ التناسب في تقدير الجزاءات الجنائية. وجه ذلك الأستاذ الدكتور كنقد، رغم أن المشرع قد حقق الغرض من ذلك القانون. في نهاية لقاء اليوم نشير إلى أننا لا نتعرض لمحتوى الكتاب، بل يقتصر دورنا على تسليط الضوء على كتب وأبحاث هامة، تشجيعا على القراءة وإعلاء لقيمة الثقافة العامة والقانونية. ألقاكم على خير، وكتاب الأسبوع المقبل هو العربية في الإعلام: الأصول، القواعد، الأخطاء الشائعة. دمتم بسلام.